ومع هذا الرجم الإعلامي العنيف جدا ضد الأهلي مستمر، محاولة التأثير على الرأي العام مستمرة، محاولة التشكيك في ذمة ناس شرفاء بشهادات من النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة العليا. المواطن العادي اللي بيتفرج، أنا أخدت إيه بعد كل حملات التشهير وفي النهاية النيابة بتبرأني، حقي فين؟ شوف أستاذ إبراهيم، أولا دي جزء من ضريبة العمل العام في مناخ ظروفي صعبة أو ظروفي ممكن تبقى في بعض الأحوال سيئة جدا. أنا قلت وبقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تعرض لضغوط وإساءات ومر بظروف صعبة جدا 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 لم يمر بها أي مجلس آخر في تاريخ النادي الأهلي. أنت تشعر أن هناك حملات ممنهجة لتحطيم هذا الكيان، للإساءة لرموزه، للإساءة لأشخاصه، محاولة العبث به، محاولة شق الصفوف، محاولة اختراقه، إلى أن هذا المجلس يحسب له أن كل قراراته بالإجماع. معنى الكلام دوت إيه؟ أن الكابتن محمود الخطيب وهو رمز رياضي وقيمة أخلاقية هو عنده القدرة على الاحتواء، خاصة أن القرار في الأهلي بيصدر بصورة ديمقراطية أن ممكن أصغر عضو في الثلاثة الشباب صوته يرجح القرار يروح في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. فده أمر يحسب للكابتن محمود الخطيب ولهذا المجلس، أن المجلس متماسك وسيظل وبقوة متماسك. والكل يعلم أن ما يدبر للأهلي أن كل الأزمات اللي بتفتعل هي أزمات بيتم تصديرها للنادي الأهلي بصورة بقى أو بأخرى، بعضها حملات مدفوعة وبعضها حملات مقصودة وبعضها إعلامي وبعضها كله إساءة. يعني القضية اللي احنا بنتكلم فيها ديت النهاردة، اللي خليه بعد إذن حضرتك أقرأ لك ثلاث سطور. فهذه القضية صادرين عن جهة رقابية محترمة لها تقدير واحترام، وهي الأمينة على المال العام، الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية في هذه القضية ماذا قالت؟ قالت إن التحريات توصلت إلى أن كل هذه المبالغ دخلت حسابات خزينة النادي الأهلي. الرقابة الإدارية أيضا قالت أن هذه التبرعات لم يستولي عليها أحد أو يختلسها، وأن الأوراق خلت من شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن جميع هذه المبالغ دخلت خزائن النادي الأهلي وحساباته وأنفقت في أوجه نشاط النادي الأهلي وظهرت في القوائم المالية ووافقت عليها الجمعية العمومية. أنا ده يعني بإيجاب شديد ملخص لتحريات الرقابة الإدارية والسيد المحترم عضو الرقابة الذي أدلى بدلو في هذه القضية ليسدل الستار على افتراءات وشائعات وأكاذيب تحلى مجلس إدارة النادي الأهلي بثوابته القديمة. ثوابته القديمة إيه؟ إن النادي الأهلي في الإدارة ده مدرسة كلاسيكية. في فرق بين التمهل والتروي ثم اتخاذ القرار، وفي فرق بين التسرع والرعونة. ودي المدرسة اللي النادي الأهلي فيها بيدي وبيرسي مبادئ ودروس في كيفية وطريقة الإدارة، وده التاريخ اللي توارثه المجلس الحالي عن أسلافهم من المجالس السابقة في النادي الأهلي. وبالتالي تمسكوا جميعا، تحملوا الإهانات والإساءات والتشهير بيهم وتعرضهم للغمز واللمز وأمور كثيرة جدا منحطة وسفلة، وتمسكوا بثباتهم. ليه؟ أنا ما بقى متأكد من سلامة مركزي القانوني، أنا بصبر حتى في النهاية تظهر الحقيقة. والحمد لله ظهرت الحقيقة في هذه القضية بكلمة نيابة الأموال العامة العليا بأنه لا أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية واستبعاد كل الشبهات التي ألمت بهذا الموضوع. طيب، إذن مجمل القول من حضرتك، رقم واحد جهات التحقيق المختصة